خلي بالك الجون اللي جه كمان فيك ان انت كان في سرحان من بعض اللاعبين او عدم تركيز سرحان ايه ده مقطوعه من علي ماشي معلوم. ما مقطوعه والراجل ما كملش ما ضغطش ده ديانج ومحمد هاني اللي محمد عمال يعمل الراجل كابتن فيه بتبقى عدم تركيز او سرحان شويه من بعض اللاعبين بس ماتشات زي كابتن ما فيش ما ينفعش يا عم ده مقطوع من يعني انا مش شايف ان في مشكله فاروق ان في مشكله في الهدف انا يعني مش شايف ان انت في مشكله ان الوداد مين يتحمل الهدف يا كابتن رضا علي معلول علي معلول لان طيب في اللحظه ما ردتش بسرعه في الوقت لا يا حبيبي ده هي طالعه من غير غلط في الاول هو استنى هناك ناحيه الليفت معرفش عايز يرقص ولا عايز يباصي اتضغط عليه اتعملت غلط راحت للراجل قام الراجل حاططها الراجل جه من ورا بسرعته خد محمد عبد المنعم وقام جاي عاملها بالعرض لا وكان في المفروض يبقى في واحد في من الثلاثه مروان عطيه او حمدي فتحي كانوا واقفين على ديانج لا ديانج موجود بس ديانج كان موجود الكوره جت في اللعيب غيرت اتجاه الفيرود الافريقي هو اللي غمان وراحت للعيب لكن هي مش مشكله ان انت الوداد يجيب جون يا فاروق لكن انت فرقه قادر لا مشكله هنا ماشي يا كابتن هنا مشكله كابتن ما انت ممكن تكسب هناك وتقدر والاهلي قادر ان يكسب الراجل ممكن يغير جابوا فيك لسه بدري انت ما تقدرش تجيب هناك ما انا بقول لك لو انت 2-0 كنت رايح 2-0 هتهدف 1-2 لو انت رايح 2-0 طب 2-1 ما تقدرش تهدف لا طبعا بالقوة الهجومية اللي عندك اصل انت مش هتلعب يعني حسين الشحات وبرستاو وكهربا هناك مش هينفع بص النهارده انت بتلعب في وسط بلدك وسط جماهيرك هناك الجماهير هيصفر عليك وهيدوشك مش هتخلي جماهير الاهلي كانت بتصفر عليك يا حبيبي مش هتبقى في حالتك زي كده وبطريقه كولر ده ان هيروح يدافع هناك هيدي بص الشوط الاولاني النادي الاهلي كان الاستحواذ بتاعه كام عالي جدا فرقه الوداد عدت نص الملعب لحد الدقيقه 38 لا ما عدتش الا بالكره اللي هو اول كره اللي مصطفى شوبير شالها اللي صدها شوبير الانفراد ده كره طويله والراجل قام جاي مريحها للراجل اللي جاي واخد بال حضرتك وشكلهم ان هم بيلعبوا عليها وبيتمرنوا عليها واخد بالك دي الثانيه الفاول اللي هي اتشاطت صح كده تمام انت راكب الجيم طب ليه وبقالك اسبوع وانت عارف ومتاكد ان انت هتلاعب فرقه هنقول محترمه في الحته بتاعه التنظيم الدفاعي ما بداتش ليه بعبد القادر وبيرسي تاو وحسين الشحات هم دولت اللي خلوك تاخد ضربات جزاء وتاخد فاولات ويركبوك على اي فرقه